لقد اتجهت إلى مكة قاصدا الحج في شهر ذي القعدة، وقد تعديت الميقات ولملم ووصلت إلى مكة وأحرمت من مسجد العمرة مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، وأديت عمرة التمتع في ذي الحجة وتحللت، ثم أحرمت من مكة بنية الحج في يوم التروية وأديت فريضة الحج بحمد الله وذبحت هدي التمتع بمنى. هل علي هدي في تعدي الميقات أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. حالي من اليمن. هو سوداني. نعم. الواجب على المسلم إذا كان يريد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه من المواقيت الخمسة، وهي ميقات أهل اليمن السعدية ويسمى بلملم، وميقات المدينة ذي الحليفة، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وميقات مصر والشام والمغرب الجحفة قريبا من رابط، وميقات أهل العراق ذات عرق. هذه المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل تلك الجهات ولمن مر بها من غيرهم. فمن مر بواحد من هذه المواقيت سواء مر به مثلا مع الطريق الأرض، أو مر به حاله من الجو، أو حاله من البحر، أو حاله من البر، فإنه يجب عليه الإحرام عند المرور به أو محالاته، ولا يجوز له تجاوزه بغير إحرام. قوله صلى الله عليه وسلم لما وقف هذه المواقيت: هن لهن، يعني تلك الجهات، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، ومن كان أهله دون ذلك فمهله من أهله، حتى أهل مكة يحرمون من مكة. وما ذكره السائل من أنه مر بميقات السعدية ولم يحرم، وإنما أحرم من التنعيم، هذا غلط كبير. قد سمعنا أن بعض الحجاج يتعمدون هذا ويظنون أن الإحرام من التنعيم أفضل، فيتركون الميقات الذي يمرون به ويقصدون إلى التنعيم وما يسمى بمسجد عائشة، فيحرمون منه ظانين أن هذا أفضل وأن العمرة يحرم بها من التنعيم مطلقا، وهذا غلط كبير، لأن الإحرام يكون من الميقات الذي يمر به الحاج أو المعتمر، ولا يجوز له تجاوزه. فيجب على السائل حيث تجاوز الميقات وأحرم من التنعيم يجب عليه فدية، وهي ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة في مكة ويوزعه على فقراء الحرم. أما حجه وعمرته فهما صحيحان إن شاء الله، لكن يجبر هذا النقص بالفدية ولا يعود لمثل هذا العمل. وننبه الإخوة المستمعين إلى أن هذا أمر مهم يجب العناية به، لا يجوز تجاوز المواقيت بدون إحرام وهم يريدون الحج أو العمرة ويقولون نحن نحرم من جدة، نحن نحرم من التنعيم. ليس الأمر للتشهي أو حسب رغبة الإنسان أو اختيار الإنسان، إنما هذه أمور شرعية يجب التقيد بها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.